هنعمل بيتزا العيش الكايزر. تعالوا نشوف ايه هي المقادير عندي سريعا. اول حاجه عندي الجبنه الموتزاريلا، عندي الفلفل الحلو الاحمر، في الفلفل الحراق برضو الاحمر، صلصه البيتزا، الزيتون. احنا بقى نجيب اي نوع، اللي بيحب البابروني، اللي بيحب السلامي، اللي بيحب التركي، اي نوع من انواع الكولد كاتس اللي احنا نحطها على البيتزا بتاعتنا هتبقى حلوه جدا. والجرجير اول حاجه هعملها هجيب رغيفين، الرغيفين هيعملوا لي اربع بيتزات اهو. هنفتح وبصوا هن ايه كده نتك عليها، انا عايزه ابططها شويه. بصوا ازاي كده اهو. تطلع طعمها حلو جدا، سهلة سريعة اهو. شفتوا بقى ازاي؟ يلا تعالوا اهو. اوكي كده شايفين. بصوا بقى كده، يعني في البيتزا لازم الزيتون، دي معروفة خلاص بقى. أي حتة بنروحها هم عارفين إن لو هطلب بيتزا للولاد هي على طول بيتزا مارجريتا إضافة زيتون. طبعا ده عشان ليلى هنا، يعني هي اللي عاملة النظام مش. وهنا بقى هحط كده كده بشكل جميل سهل اهو. وبقى ايه اللي عايز يشطشطها شويه هنحط معاها الفلفل الحار كده. انا عندي في البيت يعني ايه حماتي وحمايا لو ما اكلوش الشطه مظبوط يبقى مش الاكل كانه ما اتعملش. لازم شطه في الاكل كويس قوي، لدرجة إن في مرة كنا يعني كانت حماتي عازمة أهلي كلهم بقى خالاتي وكده، وبعدين خالاتي الأكل طبعا طعمه مش عادي، طعمه تحفة بس سبايسي جدا عليهم، مش متعودين على السبايسي، ياكلوا ويعيطوا ياكلوا ويعيطوا الورق العنب ودايما كانت بتقول في أول الجواز أنا معرفش إن هم الأكل لازم عندهم بيكون سبايسي. كنت وقع بالغلط وقع بالغلط، وفي الاخر فهمت ان هو ده نظام الاكل لازم يبقى سبايسي، وكلنا بقينا دلوقتي خلاص بنعمل الاكل سبايسي. يعني حتى انا ومامتي في البيت حتى بقت الاكل عندها خلاص كله سبايسي دلوقتي اهو. كده هندخلها بقى الفرن تسيح كده وتاخد ايه لون حلو. وعندي هنا الخضروات خلاص بقت جميله جدا اهو. بصوا مش عايزه اقول لكم الجمال وريحتها وهي حلوة كده. وكمان ممكن أعملها بالرانش، صوص الرانش بيكون حلو جدا معاها.